ستار إكسبرس. ماضي ساعتين وثمانية دقائق، أهلا وسهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الرياضية الثانية لليوم الثلاثاء 23 ماي 2023. الموعد اليوم على الخمسة مع لقاء مؤجل من الجولة السابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لقاء الترجي اتحاد تطاوين الترجي الخامس ب 11 نقطة، تطاوين في المركز الأخير بثلاثة نقاط. المقابلة في ملعب حمادي العاقر ببيرادس بإدارة الحكم نضال الطيف حكم الفار هيثم القصعي، هي أول مباراة للمدرب العائد معين الشعباني لقيادة الترجي. تشكيلة الترجي تسجل غياب بارز جدا لنجم الفريق وهدافه محمد علي بن رمضان، عنده إصابة عضلية إلى جانب إصابات كل من الهوني شعلالي بن عياد عمامه مرياح وزدام معاقبين الوهابي بوشنيبة والمهري في المونديال مع منتخب الأوسط بجانب اتحاد تطاوين. أول مباراة لياسين بقير كحارس أساسي عمره 20 عام من أبناء الاتحاد، كيف صابر سوداني متوسط ميدان منتظر ظهوره كأساسي في تشكيلة اتحاد تطاوين. ترجي واتحاد تطاوين الخمسة ستبث على قناة الكأس الثانية. تحدي جديد أعلنت عنه إدارة النادي الرياضي صفاقسي لجماهير النادي، حملة 100% من صنع الجمهور اللي باش يهديله ولا جمهور كبير باش يهديلها أحلى هدية في عيدها 95، يتمثل في انطلاق الحملة اللي جمع 500 مليون بتفاصيل 5000 تذكرة من فئة 100 دينار بداية من اليوم، مقسمة كالآتي: 3000 تذكرة في مقر النادي بصفاقس، 1000 تذكرة في مقر سوسيوس تونس العاصمة، 1000 تذكرة افتراضية. عملية بيع التذاكر والمتابعة ستكون تحت إشراف عدل تنفيذ. الحكم هيثم جيرات باش يكون حكم الفار في ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم اللي باش يجمع الأهلي بالوداد البيضاوي المغربي يوم 4 جوان في استاد القاهرة 7 تعليل، والحكم هو معتز الشلماني. المهاجم التونسي السويسري عزيز صالح بينوس يجري اختبار مع النادي الرياضي البنزرتي. في العالم تم توقيف 3 أشخاص في فالنسيا بسبب إساءة عنصرية تجاه فينيسيوس جينيور لاعب ريال مدريد، ويواجه اتهامات أو أنه بإساءة عنصرية لمهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جينيور خلال المباراة أمام فالنس نهار الأحد اللي تعدى، والشرطة قالت أنه تم فتح تحقيق في الغرض وتم إيقاف 3 شبان. وأيضا في علاقة بالحادثة هذه تم استبعاد حكم الفار للمباراة المذكورة اللي فما شكوك حول صدقية القرار متاعه، وأنه اجتزأ الفيديو اللي تم على خلاله إقصاء فينيسيوس جينيور، والحكم هو إيغانيسيو إيغلاسياس فينايوفا اللي كان محطوط في باش يزفر مباراة نهار الأربعاء، لكن تم استبعاده رسميا وفي انتظار يعني نتائج التحقيق بخصوص الحادثة الشهيرة، يعني إيحاءات وعنصرية تعرض لها وتهجم عنصري تعرض المهاجم البرازيلي اللي لقى مساندة كبيرة من كل نجوم كرة القدم في العالم. وإلى المواعيد في العالم، كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، 7 مباريات: الولايات المتحدة الأمريكية جزر فيجي وأوزبكستان نيوزيلندا، ثم 10 متعليل: إكوادور مع سلوفاكيا، الأرجنتين منظمة المونديال مع غواتيمالا. وفي إسبانيا في لليغا الجولة 36، بلد الوليد يستضيف صاحب اللقب برشلونة بداية من 9 متعليل. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mosaikafm.net.